الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. معشر الإخوة والأخوات، قادة العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والأحزاب والمنظمات الشبابية المشاركة من داخل الوطن ومن خارجه، وأبناء شبيبة العدالة والتنمية والمتعاطفين معها، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أن أعبر لكم، كلما حضرت مثل هذا اللقاء وشعرت بالحماسة التي تشع منكم وجاءت بكم من مدنكم، من مساكنكم، من أماكنكم البعيدة والقريبة، إلا وشعرت بثقل المسؤولية وقوة العهد الذي يربطنا، والحاجة إلى الإصرار للاستمرار في الإصلاح في وجه الفاسدين والمفسدين. وحديثي لكم اليوم قبل أن أحاول أن أبسط لكم في اختصار شديد كيف تبدو لي الأمور والله أعلم، هو حديث من يحملكم المسؤولية ليقول لكم إن المسار الذي قطعناه لحد اليوم وبوعنا رئاسة الحكومة رغم مكر الماكرين وتآمر المتآمرين الذين قاموا بالمناورات تلو المناورات وتحرشوا بالحزب وضيقوا عليه، بل بدأوا يرمون بعض قياداته في السجون ويستعدون لانتخابات يتوجون فيها في رئاسة الحكومة، فإذا بأقدار الله تفاجئهم، وإذا بأمطار الله تظهر زيفهم، وإذا بالشعب يتخلص منهم ويرجعهم إلى الوراء. لكن الشعب المغربي لم يصوت على العدالة والتنمية كي يكون مرحلة والسلام ويكون فترة من الفترات ويأتي أبناؤه وبناته إلى الحكومة أو إلى البرلمان ويستفيدون مقابل الكلام ولوك الكلام وإرجاع الكلام، إنما صوت علينا لنقوم بالإصلاحات الضرورية في إطار الاستقرار. ولا يجوز لنا أن نخذله، لا يجوز لنا أن نخذله، ولم تهن علينا أرواحنا ولا أوقاتنا ولا أنفسنا ولا ذواتنا ولا نضالاتنا ولا ماضينا ولا مستقبلنا مع الله لنعطيهم مقابل مرحلة محدودة في الحكومة قلت أم كبرت، لم تهن علينا. ولهذا فقد جئت لأجدد معكم العهد
ومن خلالكم مع كافة الذين صوتوا على هذا الحزب، ومن خلالكم مع كافة الذين تعاطفوا معه بعد ذلك، والذين بلغ عددهم في بعض تقديرات الرأي إلى ما يحاول 90% في ذلك الوقت، وإن كان قد تناقص عددهم اليوم فلا نزال حسب نفس التقديرات نتمتع بتعاطف ثلثي المستجوبين، وما ذلك إلا لأن هذا الشعب ذكي فاهم ويعرف بالضبط ماذا يحدث. يعرف أن هذه الحكومة تحاول، يعرف أن هذه الحكومة تجتهد، يرى ذلك في سلوك أعضائها، يرى ذلك في حرصهم على البقاء مرتبطين بالمجتمع، يرى ذلك فيما وصلت إليه أيديهم مما تمكنوا منه من إصلاح أحوال بعض القطاعات ومن إيصال الحقوق إلى بعض ذوي الاحتياجات، يرى ذلك في محاولتهم الوقوف في وجه الفساد والمفسدين من الإدارة إلى الطريق إلى السلامة الطرقية إلى القضاء إلى كافة المجالات، يرى إصرار الحكومة ويرى تشويش المشوشين، وينتصر للحكومة بنسب تقض مضاجع المفسدين. هذا هو العهد، والذي يا أخوتي يفهم منه اليوم أنه في كل مرة يخرج في وجه حكومتكم إما سلاح جديد للتشويش، أو شخصية جديدة للتشويش، أو مناورة، أو موظفة تريد أن توزع الميداليات، أو برنامج يريد أن يفقد الثقة في الاقتصاد الوطني. والحمد لله الاقتصاد الوطني صامد، وقرارات الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني، وعندها الشجاعة لتتخذها. إنه التشويش، تشويش المتحكمين سابقا الذين يرون أنفسهم أنه قد ذهبت من بين أيديهم الحكومة، وذهبت من بين أيديهم رئاسة الحكومة، وكانوا ربما يقولون كلها بضعة أشهر، حتى قال قائلهم 6 أشهر، وبعد ذلك قالوا سنة، وبعد ذلك هم يحسبون الأيام ولا يعلمون أن الغيب لا يعلم إلا الله، وأنه إذا أراد الله فسوف نتم مرحلتنا، وإذا أراد سنزيد أخرى، وربما نزيد ثالثة ورابعة، وما ذلك على الله بعزيز. المشوشون المفسدون المستفيدون الذين كانوا يتحكمون في الحكومات والوزراء ورجال السلطة، ويشتمون ويسبون ولا يردهم أحد، ويعتقدون أنه بالمناورات وتحريك الملفات، كل هؤلاء اليوم تدريجياً يرون أن حقيقتهم تظهر للمجتمع، وأن المجتمع لا يزداد إلا ثقة في هذه الحكومة. كل مرة يخرجون لنا قضية وقصة وقرار كروشبي، كل مرة يدور لنا مقلب، كل مرة هذه الحكومة سائرة على طريق الله إن شاء الله الرحمن الرحيم، وصابرة وصامدة، ولعلها أول مرة في التاريخ يحيي الجمهور الحكومة بأنها صامدة، عوضاً لن يكون العكس. إذن معشر الإخوة الكرام، في مسيرتنا
نحن لم نأتي لتسجيل المواقف والمزاحم، جئنا من عمق في إطار اختيار صعب لأنه التطرف سهل، ونقول أنا إلا ما كانش هادشي كله مقدم نشاركش ولا حتى انت الأغلبية المطلقة ولا لا، احنا جينا في إطار هذا التحدي الصعب، وفي إطار هذا التحدي خصنا نستمروا حتى تظهر الحقيقة. فإما أن حزب العدالة والتنمية وهذه الحكومة سوف يعرف المجتمع وهو يعرف اليوم إرادتها للإصلاح، ويكتشف المشوشين المعروفين الذين كانوا بالأمس القريب من أسمع الدنيا وبصرها يتحكمون في كل شيء، والذين يرون هامش نفوذهم يتقلص كما يتقلص الثوب المزخرف الغير مبني على أساس، إذا وضع في الماء ففضحه الماء فانكشف وكشف كما يقول المغاربة. أو أن يستمروا في مناورتهم، وأخبرهم مهما ناوروا لن ينجحوا في الحقيقة، لأن النجاح في الحقيقة هو النجاح الذي في القلوب، النجاح الذي في الواقع، النجاح حين تكون. بعضهم يقول العدالة والتنمية لا يحترم الدستور لأنه يقوم بدور المعارضة والحكومة في نفس الوقت. يا سيدي راكم ما قديتيوش تقوموا بدور المعارضة وخليتيو التيران خاوي. أنا ملي طحت قالك الشعبية ديال الكيران ولا الحكومة ديالو من 88 ل 66 قالوا طحت 22%، ولكن هما ملي قالت لهم نفس الإحصائيات أن أسلوب المعارضة مثير للشفقة ب 83% تا واحد ما هضر. هاد الناس باغي نقول لهم واحد القضية، بغيتيو تعرفوا الحقيقة، العدالة والتنمية كيدافع عليكم حتى نتوما، لأن بالمناورات واحد النهار لا قدر الله غادي تغرقوا السفينة وغادي تغرقوا نتوما الأولين. وخليو العدالة والتنمية تشتغل، وخليو الحكومة اللي كترأسها العدالة والتنمية تشتغل، وعلى كل حال خليتيوها ولا ما خليتيوهاش هي غادي تشتغل، والناس غيشوفوا الاعمال ماشي الاقوال. والمناورات راها باينه، والمناورات اخرى باينه، وخدت وطأ معاكم شي قناه اللي ما عرفتش شكون اللي كيحركها واللي ماشي بالضروره تابعه للاداره المغربيه، وخدت وطأ معاكم لا تكفي قناه ولا قناتين ولا القناة التالية، لا تكفي القضايا. وخليونا نحسموا وخليونا نمشيو ونمشيو الشؤون ديال هذه الحكومة لما فيه صلاح البلد والدولة والمجتمع. أتقول لي الشباب Yeah.
ولهذا الإخوان أريد أن أقول لكم، قد تقولوا لي يا أستاذ بلال هذا الشيء اللي كتقول تيوضح الصورة، كاين ناس يريدون الإصلاح وتيعتقدوا باللي عندهم الثقة ديال الشعب والمجتمع، وباللي الإصلاح ولو يكون قاسي يمكننا نقترحوه على المغرب، ولا اقترحنا عليهم غادي يقبلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم، لاننا بغينا المصلحه ديالهم في المستقبل، ما بغيناش نكذبوا عليهم، ما بغيناش ندوزوا 5 سنوات ونمشيو بما اخذناه من فوائد ونساو، بغينا نحقوا لنا باش اللي غادي يجي يبني وينهض وتولي رفاهيه حقيقيه، ماشي رفاهيه مغشوشه اللي خلاوها لنفس 600 مليار ديال الدرهم ديال الديون. 600 مليار ديال الدرهم ديال الديون، وهذا الشيء راه مازال غيتقال وغادي يتعرف، لانه اللي جا ولقى الفائض 2007 و2008 وخلى عجز حوالي 6% ما عندوش الحق اليوم يهضر ويقول هاد الحكومة وصلتنا للعجز لأنه ورثناه وقاسي كنصرفوه قرارات شجاعة كيقبلها منا الشعب لأنه كيتكفينا. لكن اسمحوا لي الإخوة الشباب نذكركم بحال اللي قال السي الحمداوي، حنا هادي 30 عام كنا بحالكم، هناك حل هناك حل، وكنا كنحاولوا حتى جاب الله هاد التيسير. اليوم هاد الشيء بياض، هاد الشيء بياض في الشباب اليومي، لا مفر، لا مفر من ان تقوموا بمسؤوليتكم الان وليس غدا، لا مفر انكم ستتحملون المسؤوليه بعدنا وقد يكون قريبا، لا مفر من الفراق. اريد ان اقول لكم انتم كشبيبه ديال العداله والقوه اللي اخترتوا هذا الاختيار الصعب، لان الشباب تيميل للتطرف، انتم ملتيو للاعتدال، الشباب تيميل للمواجهه، انتم ملتيو للمشاركه، الشباب تيميل للاحكام الجاهزه، ثم غاديين في اتجاه يعني التبين والحكم على الاشياء بعد التاكد منها. انا باغي نقول لكم واحد الخطر، بقاو عاقلين على 3 ولا 4 ديال الاشياء غنقولها لكم باش يكون فيكم الخير لبلادكم، لان بلادكم محتاجه لكم، محتاجه لكم كشبيبه. محتاجة لكم كشبيبة، محتاجة لكم كرجال ديال المستقبل، محتاجة لكم كوزراء كسفراء كنواب برلمانيين كمستشارين كرؤساء جماعات كرؤساء في الإدارة، محتاجة لكم كناس كتآمنوا بالمبادئ ديال العدالة والأمنية وكتلتزموا بها. الأولى، ما عمركم تنازلوا على المرجعية ديالكم الإسلامية، أنا ما كنتكلمش معاكم كأشخاص، ما كنقول لكم شدوا في الدين ديالكم، شدوا فيه، ولكن ما كنتكلم معاكم كمؤسسات سياسية، ذكروا العالم ان هذه الدولة دولة إسلامية، ذكروا العالم ان مبادئ الإسلام هي التي صنعت هذه الدولة منذ اكثر من 12 قرنا، ذكروا العالم انه ماشي الأمم المتحدة اللي بنت لنا الدولة ديالنا، وماشي الاستعمار اللي بنى لنا الدولة ديالنا،
تكونوا متسامحين، تكونوا معتدلين، تكونوا حداثيين، لكن في إطار الإسلام. ولا الناس ما بغاوش يسمعوا كلام قاسي، يحترموا عقيدة الأمة. ليس من المعقول، ليس من المعقول التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ليس من المعقول ولا نقبل هذا. المسألة الثانية الإخوان، أنا أدخل هذا يجب أن تبقوا أوفياء، لأن احنا ما كنلعبوش، ما خديناش موقف من الملكية بسبب المصالح المادية، ولا باش نوصلوا للسلطة. كتعرفوا كلكم كيفاش كانت المواقف ديالنا، كيفاش تطورات، وكيفاش اليوم كنقولوها بوجهنا احمر، وكنعرفوا راسنا اش كنقولوا، وكيفاش هذاك الشيء مبني على العهد والوفاء بالعهد والعقد اللي بيننا وبين جلاله الملك محمد السادس، وكان بين الاباء والاجداد ديالنا، وغيبقى بين الابناء ديالنا وبين الابناء ديالنا. حافظوا على موقفكم من الملكية ومن جلالة الملك بكامل الأمانة والاستقامة الموجودة في أصولنا ونصوصنا الشرعية، كما كان يفعل الصالحون من آبائكم وأمهاتكم فيما سبق. المسألة الثالثة الإخوان، المسألة الثالثة، بغيت نوصيكم بواحد القضية. لا تعتبروا أنكم كشبيبة ديال العدالة والتنمية يجب أن تكونوا معتدلين حتى لا يبقى فيكم لون ولا طعم ولا رائحة. القوة في الكلمة، والقوة في النصيحة، والقوة في الانتقاد. شبابنا فيه قوة، ما كيقول الحقيقة، ما كيغضب، ما كيوقف وجه الفساد، ما كيخرج الشارع اللي تيكون ضروري لا مصلحة له. الفساد الإخوان، الفساد ما كيوجهناش في الطرق الديمقراطية فقط، الفساد ما كيوجهناش في البرلمان فقط، الفساد ما تيوجهناش، الفساد تيوجهنا بالمكر، بالخداع، بالكذب، بالاختلاق، باشتراع الدمم، بتخويف الرجال، بإرجاعهم عن التوقيعات. كيفاش مجموعة ديال الناس ساندوا السي عبد العالي حميد الدين وكانوا مضطرين يتراجعوا على التوقيع ديالهم؟ كيف وقع هذا؟ بماذا يتحركون في الخفاء؟ بماذا يتحركون في الخفاء لإخافة الناس ولإرجاعهم عن توقيعاتهم؟ ومع ذلك أقول لهم، مهما حاولتم
في هذا المغرب رجال ورجال سينصرون الحق وسينصرون المبادئ وسيكشفون السيف وسيكشفون الغلط وسيكشفون المعامرات وسيكشفون المنورات وجميعا سننتصر عليكم إن شاء الله. نحن الذين نتواصى علانية بالوفاء لعقودنا مع ملوكنا، نحن الذين سوف نقول الحق ولو كان قاسيا ولو أدينا ثمنه، وسنصبر على المناورات ونواجهها بما نستطيع. الإخوان
ولهذا نوصيكم الشباب، انتم جيتيو اليوم كتشوفوا امامكم قيادة ديالكم شبابية مجتمعة، يقينا ماشي كلهم صحابة ولا كلهم انبياء ولا عباقرة، ولكن بحال اتفقوا السي بابا كانوا عنده جوج ديال المرات صافي، عارف هو ما غاديش يدوز مرة أخرى، باقي شاب، ولكن هذه قوانينكم غادي تلتزموا بها وغادي تختاروا في ديمقراطية كاملة من سوف يخلفوه، وغادي تمشيوا على العهد من حيث الأمانة، من حيث القوة، من حيث الاستقامة، غادي تعطيوا العربون على أنكم صالحين للمستقبل، صالحين تكونوا في القيادة، صالحين تكونوا في الحكومة، صالحين تكونوا في البرلمان، صالحين تكونوا في رئاسة الحكومة، صالحين باش تديروا الدولة، غتكونوا في المستوى، كتعطيو العربون، ماشي بحال اللي كيتدابس كل نهار في داخل حزبية على جميع المستويات. ما يمكنش شي واحد يقول لنا بغا يدير الإصلاح وهو ما قدرش يدير الإصلاح في الحزب ديالو. ما يمكنش شي واحد يقول لنا بلي غادي يخرج المغرب من الأزمة وهو غارق الأزمة في الحزب ديالو. ما يمكنش شي واحد يجي يخربط علينا ونثقوا به. حنا مغاربة، واخا ما كنحسوش الإنسان كنعيقوا به، وهادو خصنا نقولوا لهم راه حنا عقنا بكم، ما بقى عندكم ما ديروا. ولا بغيتيو المستقبل، سيروا صلحوا الجرة ديالكم بعدا، وقدوا الأمور ديالكم، وما تبقاوش كل ساعة تبدلوا لينا رئيس، وهذاك السفيه ديالكم قولوا لي بعد منا، واش ما قدوش تمارا اللي دازت عليه؟ ولهذا أنا بغي نقول للإخوان جميعا، حنا رحنا غاديين وما غنتراجعوش، والجميع كيعرفنا، ولكن أولا وقبل كل شيء الله كيعرفنا، وإذا علم أننا صادقون ومخلصون ومستقيمون سينصرنا، ولينصرن الله من ينصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.